احمد تقرير ان شاء الله باذن الله كمان سنتين ثلاثه ونعمل تقرير اكبر بقى على دخولك ومشاركتك مع النادي الاهلي ومنتخب مصر ان شاء الله. من الواضح انك موهبه ان شاء الله باذن الله نشوفها قريب. بس خليني اقول لك اسم بابا ما بيسببلكش اي ضغط من اي نوع في النادي ان انت ابن الكابتن طارق. ويمكن كابتن طارق عمل خطوه مهمه جدا وانا شايف انها جراءه من كابتن طارق انك صعدت احمد وانت كنت موجود في النادي الاهلي. مظبوط. يعني انت صعدت احمد وهو موجود في النادي الاهلي. فده ما بيسببلكش ضغط يا احمد انك الناس بتبص لك ان انت كابتن يعني ابن الكابتن طارق. اول يوم ليا في الدرجه الاولى اللي هو اليوم بتاع كنا في الدفاع الجوي ساعتها كان يوم 22/1/2017 دي اول مره اتصعدت فيها مع الفريق الاول. يعني اصلا اللاعب يعني ناشئ زي ساعتها بيبقى طالع اللي هو شايل الفلاش بتاع انا هتمرن مع يعني كان لسه كان عماد متعب موجود كان لسه يعني كان في الرهبه اللي كلنا يعني مرينا بيها يعني. وانا كمان الرهبه الثانيه ان انا والدي موجود بقى في الملعب يعني دي بقى كانت يعني دي حاجه يعني اللي هو البريس الطبيعي موجود وفي بريس بقى اكسترا ان انا في يعني بابا في الملعب يعني. اول حاجه ليك كان كابتن طارق موجود كمان كان في الملعب. موجود في الملعب والله. فالموضوع فعلا كان صعب بس يعني انا اول يعني هو بصراحه يعني هو خليني اتعامل مع الموضوع بروفيشنال شويه لان مثلا كان يعني حسيت انا بالنسبه له في الملعب هو بيعاملني انا كيس يعني هو ده جول ناشئ وانا عايز اطلع احسن حاجه عنده. نفس الكلام مع مصطفى يعني انا ومصطفى شوبير اتصعدنا في نفس التوقيت في نفس كابتن كابتن طارق بيتعامل معاك بطريقه محترفه زي ما انت بتقول. بس في ناس زي ما كابتن هاني كان بيقول كده قبل التقرير ان في ناس لا ده موضوع ابناء عاملين ده الموضوع واسطه. وانت ومصطفى شوبير تحديدا يعني الناس اتكلمت عنكم مع انها ما شافتش لسه لعبكم فده اكيد يعني بتفكر فيه بطريقه يعني في بتتعامل مع الضغط ده ازاي؟ الموضوع كان في الاول فعلا صعب لان يعني الناس ما بتعرفنيش مجرد اي صوره تنزل على الفيسبوك الكومنتس بقى يعني ده من طارق سليمان. انا كنت في الاول باخد يعني بعد فتره خدت الموضوع ان انا يعني تشالنجينج اكتر ان انا الناس تتكلم يعني انا اتمرن اكتر انا احسن من نفسي كده كده هيبقى ليا وقت هبقى هظهر فيه كده كده هيبقى ليا وقت ان انا هطلع على الشاشه خلاص ده وقتي يعني اصل لو في الاول في الكوره يعني ده ملعب الكوره هي اللي بتحكم. وبعد من فتره من تمريني فوق يعني الموضوع كان في الاول عامل عليا براس ان انا برضو يعني انا بقايم من كل الناس الناس اللي بتتفرج على التمرين في التتش الناس اللعيبه نفسهم يعني عايزين يعرفوا ده جول فعلا كويس هل هو يستحق يبقى وسطينا. فانا في الاول يعني الحمد لله لما طلعت اديت بشكل كويس جدا عملت فتره كويسه حتى كان الموضوع بالنسبه لي اكسبيرينس كبير ان انا ابقى لسه 17 سنه واطلع مع الفريق الاول واتمرن وبعدين طلعنا معسكرات مع الفيرست تيم كتير فده اداني اكسبيرينس شويه يعني. بس هو موضوع ان انا الاسم احمد طارق سليمان ده كان بيعمل عليا بريشر مش طبيعي طبعا. بس انا خدت موضوع ان انا يعني بقيت اللي هو زي كده حولته حاجه اللي هي بوزيتيف يعني مهم جدا يا احمد فعلا مهم. ويمكن كابتن طارق واعتقد في نصايح كتيره جدا كابتن طارق بيديها لك كابن لي دي نمره واحد. والناحيه الثانيه حاجات هو شافها في النادي الاهلي واكيد قال لك النادي الاهلي مختلف شويه عن بقيه الانديه. النادي الاهلي بيمشي تحت نظام معين كده الكابتن طارق قال له الجزئيه ديت.